صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، فقرة جديدة من صباح البلد. في السنوات الأخيرة أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب في تزايد مستمر وبسرعة رهيبة جدا، واكتشاف وعلاج الأمراض اللي كنا زمان فاكرين إن هو مستحيل أو صعب، دلوقتي مع التقدم العلمي ده بقى سهل جدا اكتشاف الأمراض دي وكمان علاجها. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا، وهو كيفية استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي وتأثيره كمان على فرص الإنجاب، مع ضيفي اللي منورنا النهاردة الأستاذ الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. دكتور خالد، القيمة والقامة العلمية الكبيرة، مشرفنا يا دكتور. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. صباح النور. يمكن يا دكتور استخلاص الحيوانات المنوية بالميكروسكوب الجراحي هي حاجة دقيقة جدا 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 جدا، ويمكن هي من أحدث التقنيات الموجودة النهاردة أو الطفرات اللي طلعت في مجال الطب عموما. كلمنا دكتور عنها في البداية، نعرف يعني إيه استخلاص الحيوان المنوي بالميكروسكوب الجراحي، ونعرف أهمية دقة العملية دي بالتحديد إيه. دلوقتي استخلاص الحيوانات المنويه بالميكروسكوب الجراحي من الخصيه، هذا الاجراء او هذه العمليه ما ينفعش تتعمل لمريض عنده حيوانات منويه في السيال المنوي. يبقى اذا احنا بنعملها لمين؟ للمريض اللي هو ما عندوش حيوانات منويه في السيال المنوي، او اللي هو يمكن العيانين تبقى عارفه تعبير الازو. فحيوان ما عندوش، عيان ما عندوش حيوانات منويه في السيال المنوي، يبقى ممكن نعمل له استخلاص حيوانات منويه من الخصيه بالميكروسكوب. ده الاول، اول نقطه. هنا احب اوضح نقطتين قبل العمليه. والنقطتين اللي قبل العمليه دول مهمين جدا. اول نقطه هي ان انا قبل ما ادخل العيان يعمل عمليه استخلاص حيوانات منويه لازم ابقى محضره كويس. يعني ايه محضره كويس؟ يعني المريض ده لو عنده مشكله في الهرمونات اصلحها له. تمام. ولا اقصد بالاف اس اتش، لان الاف اس اتش ده طبيعي في الضعف الخصية هيبقى عالي. انا بتكلم تحديدا على هرمون اللبن، هرمون الذكوره، هرمون الانوثه اللي هو الاي 2. خلاص، لازم اظبط له الهرمونات ديت. ليه؟ لان الهرمونات دي لها تاثير مباشر على وظيفه الخصيه. يبقى اذا حتى اولا انا بظبط الهرمونات دي برفع احتماليه ان انا الاقي داخل الخصيه. ادي واحد. نمره اتنين، جوده الحيوان في ظل الهرمونات المتظبطه هتبقى افضل. يبقى ده حتمي لازم اعمله. يبقى لازم قبل ما ادخل عيان اعمل له العمليه ديت لازم اظبط له الهرمونات، التحضير. ادي واحد. نمره اتنين، لو عنده دوالي تتشال. ليه؟ لان الدوالي لها تاثير سلبي على الحيوانات المنويه اللي في السائل المنوي. طيب الحيوانات اللي انا هاخدها من الخصيه مش هتاثر عليها؟ مؤقت هتاثر عليها هي كمان. يبقى اذا التحضير يشمل لو العيان عنده دوالي تتعمل، لو عنده اختلال هرموني يتظبط. تمام. خلاص، يبقى اذا المريض هنا جاهز على العمليه يخش العمليات. هنا عندنا طريقتين اتنين لاستخلاص الحيوانات المنويه. اما العينه العشوائيه، خلاص، واما استخلاص باستخدام الميكروسكوب الجراحي. ايه الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه دي؟ الطريقه اللي باستخدام الميكروسكوب الجراحي انا باخد عشر كميه النسيج اللي انا باخده بالعينه العشوائيه. يعني لو قلنا بالعينه العشوائيه انا هاخد 10 جرام، يبقى العينه بالميكروسكوب هاخد جرام واحد. او اذا كنت هاخد جرام نسيج بالعينه العشوائيه يبقى هاخد 10 جرام بالعينه الميكروسكوبيه. طبعا ده انت بتحافظ على الخصية. ده اول حاجه. النقطه الثانيه، انا باستخدام الميكروسكوب انا بدخل على البؤر اللي انا شايف ان هي شغاله، فباخد منها، ما بقعدش ابوظ في نسيج. ما باخدش برضو بطريقه عشوائيه. بالظبط كده، وبطبيعيه ما ببوظش نسيج الخصيه. يمكن احنا هنشوف فيديو دلوقتي بيوضح الفرق ما بين يعني في حاله ان المريض ده عنده انعدام الحيوانات المنويه نتيجه انسداد، و باخد من الخصيه في حاله ان المريض ده عنده ضعف في مش نتيجه انسداد، ضعف في الخصيه. يبقى اذا هنا جزء من التحضير انك انت تبقى مشخص وعارف العيان ده عنده ايه. تمام. يبقى عارف هو نتيجه انسداد ولا نتيجه ضعف ايه وظيفي. تمام. لو نتيجه انسداد يبقى خلاص احنا هناخد من البربخ، لو نتيجه ضعف وظيفي يبقى انا هاخد من الخصيه. وكلا في كلا الحالتين باستخدام الميكروسكوب الجراحي. في الضعف الوظيفي هو مهم جدا 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 تحضر المريض عشان تحفز الخصيه، وبالتبعيه لما تفتح تلاقي. انا عايز احكي قصه متكرره، يعني على فكره
معظم الامثله اللي انا بضربها في 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 الحالات ديت بتبقى حالات متكرره، حالات واقعيه يعني ومتكرره، هي واقعيه ومش حالات نادره، لا يعني متكرره كتير. يعني عيان يجي انا ما عنديش حيوانات منويه، خدوا لي عينه من خصيه ما لقوش فيها. طبعا هنا ده مش معناه ان خلاص انتهى الموضوع. لما بنيجي نقيم العيان، في عيان بتلاقي عنده دوالي بتعمليها له، في عيان بيبقى عنده لخبطه في الهرمونات بتظبطيها له، وبعد كده بعض العيانين دول بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني بعد ما بتظبطيه او بتحضريه بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي. تمام. طب ازاي يطلع في السائل المنوي وهو كان اما خدوا له عينه ما لقوش فيها؟ طبعا كان متحضر يمكن غلط، ماشي، هم ما حضرهوش. انت انسى، انت ما عندكش حيوانات منويه يبقى خلاص هي عينه خصية. مين اللي قال الكلام ده؟ الخصية هي عبارة عن آلة لإنتاج الحيوانات المنوية. تمام. هذه الآلة احنا انا حدي حاجة بسيطة جدا عشان توضح الفكرة وكل الناس شايفاها وكل الناس تعرفها، لكن كل الناس ما تعرفش معناها. اللي هي ايه؟ تحليل السائل المنوي بتاع اي شخص ممكن يبقى العدد فيه زيادة وممكن يبقى العدد فيه نقص. قليل. التذبذب ده معناه ايه؟ تذبذب في وظيفة الخصية. طب ما هو نفس القصة، العيان اللي بيطلع حيوانات منوية في السائل المنوي وظيفة الخصية بتتذبذب، طب ما هو نفس القصة وارد ان الخصية الضعيفة برضه يحصل فيها تذبذب في وظيفتها. بالعكس بقى، التذبذب في حالة الضعف الخصية ده هيبقى مهم جدا ان انا اظبطه عن العيان اللي هو بيطلع في السائل المنوي. وبعض العيانين لما بنحضرهم بنلاقي باستخدام الميكروسكوب، بعد ما بنحضرهم وبنستخدم الميكروسكوب بنلاقي، يعني احنا في عيانين فتحوا مره وما لقوش، واحنا ما فتحناهم عندنا في المركز لقينا بعد تحضيرهم، وفي احيانا مرتين وفي احيانا ثلاثه. انا عايز اقول ايه؟ ان تحضير المريض مهم جدا جدا، لا يقل اهميه عن العملية عن نفسها. العملية ذات نفسها. ادي النقطتين اللي لازم ناخد بالنا منهم. مين يا دكتور اللي المفروض ياخد العينات دي من المريض؟ بكل اسف انت حضرتك سالتي سؤال يعني مؤلم ومؤلم جدا جدا جدا. لك ان تتخيلي ان ممكن جدا في بعض مراكز اطفال انا بجيب دكتور نسا اللي باخد العينه، واحيانا بيجيبوا دكتور جراحه يعمل ياخد العينه. وطبعا بيحصل مضاعفات طبعًا. يعني انا عايز اقول ان ممكن جدا العينه الخصيه دي المريض يفقد الخصيه بتاعته بعدها، يحصل تجمع دموي بوظ الخصيه انتهت. فطبعا كلام مش مظبوط. النقطه الثانيه اللي انا عايز اوضحها ان الاستخلاص بالميكروسكوب، احنا لما بنيجي نعمل عمليه استخلاص حيوانات منويه بالميكروسكوب من الخصيه، احنا بنقسم الخصيه نصين زي البرتقانيه، يعني زي ما اجيب سكينه كده واقوم قاسمها كلها، فبالتبعيه سطح الخصيه كله قصادي. النقطة الثانية، الأوعية الدموية اللي داخل الخصية داخلة من القطبين بتوع الخصية، يعني أنا عايز أتخيل الخصية كده زي البيضة والأوعية الدموية داخلة من هنا وداخلة من هنا. لما باجي أقسم الخصية نصين كده أنا بحافظ على الأوعية الدموية وده أقل تهتك ممكن. تمام. لما باخد عينة عشوائية أنا بهتك الأوعية الدموية دي كلها، فالعينة اللي أنا خدتها بوظت الجزء اللي وراها، بوظت الجزء اللي وراها. أحيانا بسبب العينة ديت ممكن جدا المريض يعني الخصية بتاعته كلها تبوظ، ممكن جدا المريض يحصل له ممكن نفقده أي فرص للإنجاب بعد كده. بالظبط، بيحصل نقص شديد في هرمون الذكورة، وبالتبعية العيان هيفضل ماشي طول عمره بعلاج هرموني بديل. أنا عايز أقول المضار كتيرة للعينة العشوائية أو بالطريقة بدون استخدام الميكروسكوب. آخر نقطة أنا عايز أقولها، هو الغرب لما طلع الميكروسكوب في استخلاص الحيوانات المنويه هل هو طلعه من باب الوجاهه؟ يعني من باب ان احنا نقول ان احنا بنستخدم ميكروسكوب، ولا له ضروره وله قيمه في النتيجه؟ انا عايز اقول ان ممكن جدا عيان يفقد فرصته بالانجاب نتيجه العينه العشوائيه اللي خدها، ان هو ما خدش وبالتبعيه كانت الفرصه بالنسبه له ما هيش كبيره. فهنا الـ يعني انا بعتبر ان هو يعني ظلم جديد للعيان ان هو دكتور مش متخصص يعمل العمليه، مكان أو مش متخصص كمان. احيانا بتبقى اماكن متخصص، يعني احيانا بتبقى مراكز اطفال انابيب، ولكن هي يعني انا ما اعرفش يمكن برضو مش الشخص المظبوط اللي اخذ العينه. انا ما اعرفش المبررات ان انا اخلي دكتور مش متخصص في مجال الذكوره ويشتغل بالميكروسكوب ان هو يقوم بالعمليه ديت. يعني احنا ما هوش عبثي ان احنا نجيب اعلى ميكروسكوب متاح
عشان نشتغل بيه. برضو عشان أوضح النقطة أهميتها، إحنا التكبير في الميكروسكوب الجراحي إحنا السنتي الواحد بنشوفه يعني السنتي بتشوفه 25 سنتي ربع متر، يعني لك أنت تتخيلي حتة صغننة قد كده بتشوفيها على هيئة ربع متر. درجة التكبير العالية دي بتمكنك إن أنت دقة أعلى طبعا بكتير، يعني تبقي داخلة على البؤر اللي هي شغالة وتاخدي منها العينة. فهل وارد النهاردة إن أنا أشتغل بالطريقة العادية؟ لا طبعا مش وارد، لسبب بسيط جدا، أنا بظلم المريض وبفقده أحيانا فرصته أو بقلل على الأقل فرصته ونسبة النجاح صحيح في إن يحصل حمل. طب نسب النجاح تقريبا يا دكتور للعملية دي بالميكروسكوب الجراحي عند حضراتكم قد إيه؟ بما إن حضراتكم يعني بتورد عليكم الحالات دي كتير جدا. نسبة نجاح استخلاص الحيوانات المنوية بالميكروسكوب الجراحي 60%. تمام. أنا بتكلم في ضعف الخصية الوظيفي. نسبة استخلاص الحيوانات المنوية بالطريقة بدون استخدام الميكروسكوب الجراحي بتنزل ل 30%. تمام. إذا إحنا بنضاعف نسبة النجاح. بضاعف نسبة النجاح. النقطة الثانية، كمية الحيوانات اللي أنا بطلعها باستخدام الميكروسكوب الجراحي أعلى من كمية الحيوانات اللي أنا بطلعها بالعينة العشوائية. طبعا الكلام ده بيترجم في نسبة نجاح الحمل المجهري، أن أنا كل ما كان عندي كمية حيوانات منوية أكتر كل ما كانت فرصة نجاح الحمل المجهري أكتر. ليه؟ لأن أنا دلوقتي بقدر أختار من الحيوانات دي، يعني لو أنا طالع لي في العينة العشوائية حيوانين ثلاثة، إذا أنا مضطر أن أنا أستخدمهم بغض النظر بيتحركوا ما بيتحركوش، جودتهم حلوة جودتهم وحشة، مشوهين غير مشوهين. إنما لما أنا بستخلص حيوانات منوية بالميكروسكوب الجراحي وبيطلع لي حيوانات كتيرة بقدر أنقي منهم اللي أنا عايزه، وبالتبعية نسبة النجاح هتختلف تماما. طبعا فهنا يعني نسبة نجاح الحقن المجاري مش نسبة نجاح استخلاص الحيوانات، بتكلم نسبة نجاح الحقن المجاري ذات نفسه. الموضوع ما هواش بالبساطة اللي ايه خلاص يعني انت هتاخد عينة خصية خش خد عينة خصية خلص الموضوع وهو خلص الموضوع وده زي ده، لا طبعا. وإلا ما كانش يعني كل هذه الضوابط اتحطت في المجلات العلمية، عشان الضوابط دي اتحطت لصالح المريض طبعا، مش عشان ان هو ان احنا نقول احنا بنعمل بالطريقه دي او بالطريقه دي. يمكن يا دكتور اخد من كلام حضرتك اهميه وجود الميكروسكوب الجراحي النهارده، هي زي ما دكتور قال لنا مش حاجه يعني مش تقنيه حديثه مثلا مركز بيجيبها فرحان ان هو عنده تقنيه حديثه، لا التقنيه الحديثه دي طلعت علشان تتلاشى مشاكل تقنيات كانت قديمه قبل كده، كانت ممكن تعرض المريض للخطر، كانت ممكن تعرضه لمضاعفات ثانيه كتير، ولكن التقنيات الحديثه لما مراكزنا تجيبها النهارده معناها ان هم بيعلوا بيها سقف يعني نجاح العمليات دي بصورة عالية جدا جدا، ويمكن النتائج بتتضاعف زي ما دكتور خالد قال لنا النهاردة طبعا مع وجود التحضير الجيد للمريض، وجود مكان متخصص للمريض، أكيد في الآخر المشكلة كلها هتتحل زي ما قال لنا النهاردة دكتور خالد. شرفتنا يا دكتور ونورتنا، خلصت فقرتنا مع حضرتك بسرعة النهاردة، نستنى إن شاء الله حضرتك فقرات تانية كتير نكمل فيها كلامنا. شرفتنا دكتور خالد، الله يخليك. كان معنا النهاردة منورنا الأستاذ الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفة من صباح البلد.